إلى موضوع له علاقة بالتاريخ أيضا، وأنتقل من جديد دكتور عامر في عمان. أريد أن أعرف أيضا منك حول مسألة علاقة الدين، طبعا نحن يعني بعد الاستقلالات كان في جدل في هذا الموضوع، أريد أن أفهم أيضا كيف استخدم البلدان المستقلة هذه العلاقة ما بين السياسي والدين أيضا. جميل، هي علاقة ملتبسة، علاقة استغلالية، والاستغلال غالبا ما يأتي من قبل السياسي باتجاه الديني. يعني دعنا نكون واضحين جدا، الدين في بطن السياسة وليست السياسة في بطن الدين. السياسيون هم الذين، وإحنا أكبر دليل ما حدث في واقعنا العربي، داعش والاتجاهات المتطرفة لم تكن موجودة. ما الذي أوجدها؟ الواقع السياسي، الاحتلال أو الاجتياح الأمريكي للعراق، الاضطهاد، الظلم، استخدام ورقة الطائفية في بعض الدول، الشعور بالمظلومية. إذن يعني كل هذه العوامل السياسية والاقتصادية هي التي أنتجت فيما بعد نوع من الخطاب الديني، ولكن هذا الخطاب الديني لم يكن وليد حالة استنارة، لم يكن وليد حالة مراجعة، لم يكن وليد حالة من التدين العميق، بقدر ما كان وليد أزمة سياسية. للأسف السياسة تستغل الدين، السياسة تستغل ضعفنا، تستغل فروقاتنا، تستغل. لا أقول بأن السياسة أيضا هي سيئة بمحض أنها سياسة، وبالتالي ننتقل من شيطنة العلمانية إلى شيطنة السياسة. طب حتى ما ندخل كثير دكتور في من مسؤول، يعني هل الدين أو السياسي، لكن أيضا مسألة فصل الدين عن السياسي، هل هي مخالفة لمضمون الشريعة، مضمون الإسلام؟ حضرتك منذ قليل أثرت موضوع الشورى أيضا. جميل، الآن في الإسلام في فعلا عندنا ميزة جميلة جدا، يعني القرآن الكريم عندما قال وأمرهم شورى بينهم، هذه الآية أنا بستغرب كيف ممكن مجتمعات مسلمة عندها هذا النص التأسيسي، نص مش طبيعي، بقول لك وأمرهم شورى، يعني كلمة أمر تتعلق بالشأن الإنساني. إحنا لما نعرف السياسة شو منعرفها؟ هي إدارة الشأن الإنساني، وبالتالي هي إدارة الأمر الإنساني. فالقرآن لما بيجي بيقول لك وأمرهم شورى بينهم، بيقول لك يا مسلم، يا مجتمع، يا أولي الأمر، يا أنتوا يجب أن تستشيروا. أحد الصحابة كان يقول ما رأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله. يعني الأساس بأنه الطبيعة الديمقراطية، الطبيعة التي تفتح مجال للدور الإنساني، الدور الذي العقلي في الحياة في الحكم. فكرة الثيوقراطية هي فكرة قاتلة، فكرة ممكن أن نستوعبها قبل 2000 سنة، لكن اليوم عندما نعود لنتكلم عن نظم حكم تريد أن تحكم من السماء نحو الأرض، يجب أن نتنبه نحن كمجتمعات عربية أن أحد أسباب تخلفنا هو عدم قراءتنا للإسلام قراءة معاصرة، قراءة تستوعب التغيرات. يا أخي العزيز، إذا كان اليابانيين بعد الحرب العالمية الثانية، الميكادو الإمبراطور الذي كان يدعي بأنه سليل آلهة الشمس أماتيراسا، هذا الإمبراطور أصبح ليس هو الذي يحكم، أصبح يمثل